والحقيقه كمان اضافه لكلام فاروق، انت عارفه ساره طبعا انا يعني مقدر تماما الزنقه اللي كان عايشها مستر موسيماني في الفتره الاخيره نتيجه قله الاوراق. احنا تقريبا يعني كنا رايحين ماتش الزمالك ما عندناش دكه، كهربا كان موجود بس كان بعيد، بادجي مره ومره لا يعني. فعشان كده بقول ان الاوراق الجديده مش بس هتكون بتدعم خطوط النادي الاهلي كلها بشكل كبير وبتدي اريحيه لموسيماني في انه يعرف يوظف اللعيبه بالشكل اللي يتناسب ويتماشى مع طريقه لعبه والتكتيك اللي هو عايز يطبقه في كل مباراه، لكن كمان من اكتر المميزات اللي هتؤدي اليها انها هتزيد من قوه المنافسه. يعني لما تيجي النهارده تبصي لخط ظهر النادي الاهلي او لمركز المساك في النادي الاهلي، كل واحد هيبقى عايز ياخد مكانه ويثبت نفسه كتير من العيار تقيل، فبالتالي ايمن وياسر ختمين السيزون بشكل ولا اروع، وكانوا من احسن اللعيبه الحقيقه. انا قابلتهم بالمناسبه امبارح وكنت بقول لهم الكلام ده، كانوا من احسن اللعيبه في ماتش الزمالك. ربيعه لعيب من العيار التقيل، بنون صفقه اعتقد رابحه بكل المقاييس، سعد سمير لما يرجع برده لعيب صاحب خبره ومهم جدا لخط دفاع النادي الاهلي، نفس الحكايه في مركز الاجنحه وراس الحربه. فبالتالي اعتقد ان المنافسه دي كمان هتساعد لعيبه النادي الاهلي ان هم يطلع كل واحد منهم يعني يطلع اقصى بس معنا. خليني اسالك سؤال بقى، انت شايف انه بالصفقات دي سواء بدر بنون او بيكم او طاهر او رجوع المعارين كمان كده، انت مرتاح انه النادي الاهلي خلاص كده السكواد متكامل او الفريق متكامل، ولا حاسس ان المفروض يكون في تدعيم في مركز معين؟ لا طبعا محتاجين مش عايز اقول مراكز، كنت اقول لك البحر بيحب الزياده دايما، فعشان كده لا، بس انا عايز اقول لك انه لا، في طبعا اكتر من مركز يغيب فيه البديل الكفء. عندي لعيبه يطلق عليها لقب الجوكر، يعني في لعيب تقدري توظفيه في اكتر من مركز وده يفيدك بشكل كبير، بس ما تقدريش تثبتيه طول الموسم او تعتمدي عليه بشكل طويل جدا لفتره طويله في نفس المركز. فيعني إيه ابرزهم الباك اليمين، بشوف طبعا احنا محتاجين حد مع محمد هاني، خصوصا انه داخلين على سيزون طويل، داخلين على اكتر من بطوله، فمع محمد هاني لازم يبقى فيه اكتر من اسم او يكون حد راس حربه صحيح. اعتقد انه خط الوسط كمان صريح. محتاج تدعيم. الاهلي في حاجه ماسه الى يعني زي ما شفنا كده انه صالح النهارده غالبا بره قائمه النادي الاهلي السيزون الجديد. عندنا في صناعه اللعب عندنا اثنين لعيبه الحقيقه محترمين جدا، ناصر ماهر ومجدي قفشه، بس انا بشوف انه الاهلي محتاج برضو حد في البوزيشن ده، واعتقد الاهلي محتاج راس حربه قوي. عندنا احمد ياسر ريان ومحمد شريف، الولاد الحقيقه عاملين موسم اكتر من رائع، بس اعتقد انه فريق بحجم الاهلي محتاج، محدش بيضمن دايما ظروفه في اوقات من الاوقات، لا قدر الله يبقى في اصابه، يبقى في كورونا، يبقى في ايقاف، لابد ان يكون في راس حربه تقيل. وطبعا اعتقد انه ملف التعاقدات لسه مفتوح، وهنسمع في الايام اللي جايه على تعاقدات جديده.